الحمد لله. لما رحت انا بقى ميتلاند، رحت كان اول ماتش عندنا في دوري، كان في يوروبا ليج، مظبوط، جبت جون عالمي. كنا هنلعب سبورتنج اه في البرتغال. نعم. فبعدين انا لما رحت يا كابتن اتمرنت تمرينه واحده ونزلت الماتش، الحمد لله ربنا كرمني نعم. ورجعنا تاني بقى على الدنمارك. هي الاجواء بس يا كابتن معرفتش اتاقلم بسرعه، يمكن اللغة شوية. اللغه طبعا لانهم ما اه بيتكلموش وما فيش انجليزي حد يعني. عربي كان موجود في الفرقة؟ لا ما كانش حد بيساعدك؟ لا لا، ما كانش اه في حد خالص. الاجواء كانت مختلفه طبعا، معرفتش انا اتاقلم يعني على الاجواء هناك. نعم. بس لحد ما جت الاصابه بتاعتي بتاعت رجلي، جالي لنا الاصابه. كنت انا ساعتها مقرر خلاص ان انا همشي، هترجع خلاص. هرجع او همشي. كنت مكلم احمد يحيى وكنت مكلم جادو، قلت لهم انا هرجع. كويس. طب هترجع على فين؟ قلت لهم انا هرجع. مش لا خلينا بس عشان النقطه دي مهمه قوي، عشان دي شهاده بقى للتاريخ يعني. حتى اللحظه دي ما كانش في النادي الاهلي ما كانش في حاجه يا كابتن، هحكي لك خالص. بالظبط ايه اللي حصل بالظبط. اه مهم، بالظبط، احكي لي. كل حاجه حصلت انا هحكيها لك. يلا. فبعدين لما انا كنت لما قررت ان انا ارجع، الناس بصراحه في ميتلاند قالوا لي خلاص، قلت لهم انا هرجع اتعالج في مصر. كنت ساعتها بكلم احمد يحيى. نعم. فبعدين بيقول لي امير توفيق عايز يطمن عليك. أول مرة تسمع بقى اسم بالظبط النادي الأهلي. بالظبط. الراجل كلمني، طبعا انا بشكره، أمير. كلمني اطمن عليا وقال لي انت لو عاوزت اي حاجه كلمني وانا معاك وزي اخوك، مش اي حاجه، ما قاليش حتى اي حاجه تخص النادي الاهلي. كويس. قفلنا من هنا، خلصت رجعت مصر. طبعا كنت اول ما رجعت مصر انا كلمت الناس يعني كابتن في نادي الزمالك، نعم. قلت لهم ان انا راجع النادي. بالظبط ده اللي حصل، كويس. راجع النادي. ما كانش فيه اي مداخله من او اي حد كلمني من ساعتها من النادي الاهلي. غير ان امير توفيق اطمن عليه. بس هو ده اللي حصل. حلو. لما انا رجعت كلمت حد في نادي الزمالك، يا جماعه انا عايز ارجع لان انا مش هكمل احتراف. قالوا لي كلموني ساعتها وقالوا لي طيب حاضر، واسبوع جاب التاني. انا دلوقتي واحد لو مش عايزك، رحت حضرت التمرين في نادي انا لو الزمالك مش كمان. عايزك يا كابتن انا مش هجيلك. نعم. دي شخصيتي، كويس. انا فضلت في النادي شهر ونص محدش بيسأل فيا، كنت بروح اعمل ريكفر في النادي واخد بعضي وامشي. ولحد دلوقتي الاهلي ما ظهرش في الصورة ما كانش ولا فيه لسه بدأت تندع ما بقى؟ كانش فيه لسه الاهلي. نعم. فبعدين كنت قاعد كلمت مع كذا حد من نادي الزمالك، انت اللي بتتكلم. يا جماعه انا عايز ارجع، يا جماعه انا عقد، انا مش هكمل هناك، رجعوني. لحد ما في حد من هو موجود دلوقتي، انت مش عايز تقول اسماء؟ لا مش عايز اقول اسماء، بلاش. موجود دلوقتي، قال لي موجود في موجود في موجود، موجود مسؤول في الزمالك. موجود. نعم. قال لي طب فني ولا اداري ولا فني فن؟ فني ماشي. اما قال لي طب ما تدفع انت الفلوس. تدفع 2 مليون دولار. بالظبط. قلت له ادفع انا الفلوس ازاي وانا قايل لهم ان انا همشي؟ ايوه. يعني ازاي ادفع الفلوس؟ هجيب منين اصلا؟ بالظبط. صحيح. فبعدين قال لي خلاص احنا هنشوف حل. فانا فضلت يا كابتن اكتر من شهر بكلم الناس، محدش رد عليا. في لعيب انا كلمته هو شاهد على كده، من كباتن نادي الزمالك هو شاهد على كده، نعم. انا كلمته كذا مره قلت له انا عايز ارجع النادي ومفيش حد بيكلمني، نعم. محدش كان بيرد عليا طبعا. في الوقت ده يا كابتن كنت انا ساعتها خلاص انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه، لا عارف ترجع مش الدنمارك عارف اعمل ولا ايه، عارف ترجع الزمالك. وانا الاصابه برضو يعني الاصابه كانت معطلاني. ساعتها لقيت احمد يحيى كلمني. احمد يحيى ده وكيل لاعبين شهير جدا بالظبط ومحترم جدا في مصر. بالظبط، كلمني ساعتها قال لي استاذ امير عايز يكلمك. كويس. قلت له احنا تمام. بنتكلم على امير توفيق مدير التعاقدات في بالظبط النادي الاهلي. بالظبط. الراجل بصراحه كلمني بشكل كويس، مفيش حد يا كابتن في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه، تاني قول الجملة تاني. مفيش حد في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. حلو. انا ساعتها الناس لما لقيت مفيش تقدير في نادي الزمالك، وبصراحه الناس يعني خلاص اول ما استاذ امير كلمني، امير توفيق كلمني، نعم. خلاص انا قفلت قصه نادي الزمالك قفلت خلاص. خلاص نعم. خلاص. حتى هم بعديها بداوا يكلموني، يعني في لعيبه دلوقتي زعلانه مني عشان انا ما كنتش برد عليهم. نعم. طب ما انا لما كنت بكلمك انت ما كنتش بترد عليا، من اللعيبة. اللعيبه نعم.
انا ما كنت بكلمك عشان اقول لك انا خلاص انا مش هرجع النادي وخلي نادي الزمالك يتحرك، ما كانش في حد بيتحرك. حلو. بس بعديها استاذ امير كلمني والراجل بصراحه ما قصرش في اي حاجه وقال لي وعد، وقلت له وعد خلاص. بس وعد كلمة. طبعا طبعا قلت له طبعا اللي هي الشرف ان العب في النادي الاهلي، والراجل اتكلم معايا باحترام، وساعتها خلاص كان كل حاجه كانت خلصت مفاجأة ان امير يكلمك انه يعني بصراحه. بصراحة اذا هنا خلينا عشان نحط النقاط فوق الحروف. قصة انه الاهلي كان مربط عليك قبل ما تسافر للدنمارك، انت بتقسم ان هذا الامر لم يحدث؟ لا ما حصلش والله، على الاطلاق. والله ما حصل. طيب قصة انك اول ما رجعت كان عينك على النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي رجعك من الدنمارك، هذا الامر لم يحدث؟ ما كانش فيه الكلام ده كده على الاطلاق. ما قصة كانش انك فيه. لما رجعت رحت نادي الزمالك عشان ترجع تكمل مسيرتك، قالوا لك معناش فلوس وعايز ترجع ما ادفع كانوش فلوس يا كابتن، من كانت في ناس ما كانتش بترد عليا، ناس من انا المسؤولين اللي بيردوش. موجودين وفي مجلس الاداره نعم. اكلمه، ما كانش في حد بيرد عليا. كويس. وما كانش لسه فيه والله، ما كان في حد من النادي الاهلي يكلمني فعلا، خالص. ما كانش في حد لسه كلمني ظهر النادي الاهلي. بالظبط. ما فيش حد بقى يا كابتن هيجي له فرصه دي ويسيبها بصراحه، يعني انت مستحيل طبعا. بالظبط النادي الاهلي يعني طيب يبقى موضوع الكوبري بتاع ميتلاند ده انت كده بتنسفه نسف خالص تماما. خالص والله، خلاص ملوش اساس من ما فيش الصحه. والله يا كابتن. هنا بقى دي حلقه للتاريخ وشهاده للتاريخ عشان نرد على كل ما قيل عن امام عاشور من قبل، واعتقد انه صادق جدا، مش اعتقد انا متاكد انه صادق جدا في كل كلمه بيقولها. ازاي بدات المفاوضات مع الاهلي؟ كانت مفاوضات صعبه ولا كانت مفاوضات سهله؟ لا خالص والله يا كابتن. يمكن استاذ امير توفيق طبعا اول ما كلمني انا كنت مبسوط جدا طبعا، وقلت له ان انا ليا الشرف طبعا ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. بس اتقابلنا يمكن مقابلتين بالظبط، مره مقابلتين مع بالظبط امير بس. بالظبط. بس هو تعب طبعا في الموضوع بسبب بتاع ان ميتلاند. طبعا طبعا تعب هو احمد يحيى طبعا وجايده. ف ده عبد الرحمن دادو برضه صديقه الصدوق وبرضه احد وكلائه، صح كده؟ طبعا انا بقول صح؟ صح. يلا بس بعديها نشكره بصراحه كان ليه دور كبير جدا في بالظبط اللقاء ده. اتفضل. بعديها خلاص لما عرفت ان خلاص النادي الاهلي يعني خلاص خلص المستلمه. خطوات اتقابلنا مرتين، مره قدام النادي قدام النادي الاهلي. مره في البيت عندي ومره قدام النادي اول مره جه زارك في بيتك. في بيتي. مضيت انا على مضيت على الاول. طول. ما تشرطتش بقى في والله ولا بصيت في اي حاجه انت يا كابتن. بتهزر؟ انا في ايه يا كابتن؟ النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي، هبص في ايه يا كابتن؟ انا يا كابتن معروف عني ان انا راجل انا ما بحبش اخسر، انا بحب البطولات. ايوه فلما يجي لك النادي الاهلي يعني هتقول ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ والله يا كابتن يا ما قلتلوش العقد بكذا الفلوس والله كذا. ما بصيت في حاجه، انت والله ما بتحلف؟ بصيت في حاجه. استاذ امير توفيق موجود، لو ليك كلام مع طبعا استاذ ده اخويا الصغير. اساله. ما فيش اي حاجه والله يا كابتن، ولا بصيت في فلوس ولا عارف انا باخد كام. والله لحد وقتنا هذا انا ما اعرف انا باخد كام. لكنه كان في تقدير كويس. ايوه طبعا نعم. بصراحه قدروني، و يعني بصراحه الواحد بيتعامل معامله في النادي الاهلي يعني هشكر ناس كتير بصراحه جوه النادي الاهلي، الواحد بيشوف منهم حب يعني بتشوف منهم حب طبعا حب. جبار بصراحه، سواء من اللي موجودين في النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي طبعا. فبس ساعتها انا بقى خلصت والحمد لله يعني.